وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أستاذ مبارك، بعد التحية، ومن وجهة نظرك، ألا يدل هذا التصرف من قبل النظام القطري بأنه وصل لمرحلة من عدم الثقة حتى بأفراد شعبه؟ مساء الخير. بالضبط، وهذا ما تم رصد حقيقة من سلوك النظام القطري، ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف المواطنين المدنيين العزل تحت ذرائع غير مقنعة وغير مبررة تحت دواعي حفظ الأمن الداخلي، وهو بحقيقة يحاول حفظ الديوان الأميري وقصر الوجبة تحديدا. استشراع الاعتقالات في صفوف المواطنين ذكورا وإناثا دون أي تمييز، يؤكد بالفعل أن تزايد مخاوف لدى الديوان الأميري من حالات التململ والتذمر التي بدأت تظهر للعيان في صفوف المواطنين القطريين. حالات الاعتقال التي رصدت حتى الآن تجاوزت 2000 اعتقال في صفوف المواطنين المدنيين العزل تحت دواعي واهية. ناهيك عن مساعي النظام في عقد صفقات مع لندن ومع أوتاوا في كندا للتضييق على المعارضة القطرية التي بدأت ترتص في الخارج وتنظم صفوفها. رأينا عندما زارت النيوم لندن عقد صفقة عسكرية مقابل التضييق على المعارضة القطرية في لندن، محاولة إخراجها من أوروبا. الواضح من سلوك النظام القطري أنه بدأ يشعر أن الشارع، أن المواطن القطري بدأ في التذمر من القمع، من آلة القمع التي يتخذها، خصوصا الآن النظام القطري منع المواطنين القطريين من أداء مناسك الحج، من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وهذه أكبر جريرة حقيقة لا يمكن أن تغتفر لهذا النظام، أن يعمد إلى اختطاف الشعب القطري بأكمله، رهن الاعتقال القطري ورهن الاعتقال الجماعي. فما بالك أن إذا كان قد أخل بالركن الخامس من أركان الإسلام ومنع الشعب القطري من أداء، بكل تأكيد أنه سيمنعه وسيعمد إلى اعتقالات أوسع. نعم أستاذ مبارك، برأيك كيف يمكن حماية حقوق المواطن القطري من تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا؟ الواجب الآن على المجتمع الدولي وعلى العواصم الأوروبية التي فتحت أبوابها للصفقات القطرية الآن، وكانت قد أصمت أذاننا بما أثمته بحقوق الإنسان، عليها الآن أن تهرع لحقوق المواطن القطري. الآن النظام القطري لا ينتهك حقوق الإنسان فقط، بل هو ينتهك حقوق المواطنة التي كفلها الشريعة وكفلها الإسلام، كفلتها الأنظمة والقوانين السماوية والأرضية. كل القوانين تحث على حقوق المواطن، وما بالك أن تنتهك حقوق مواطن في بيته أعزل لا يملك من القوة شيء، ثم تعتقل في الليل وفي كل مكان دون أي موجب قانوني. على المجتمع الدولي وتحديدا العواصم الأوروبية التي تلهث وراء الأموال القطرية أن تغلق وتضغط على السفارات القطرية وتضغط على الممثليات التابعة للنظام في سبيل حصول الشعب القطري على حقوقها التي كفلها الدستور القطري، إذا كان هناك دستور، على حقوقها التي كفلتها الأنظمة والشرائع السماوية. الواضح أن العواصم الأوروبية لا زالت تراعي مصالحها التجارية والاقتصادية على حقوق ما أسمته، على حساب ما أسمته بحقوق المواطن. إذا كانت أوروبا وغيرها من العواصم جادة في تحقيق حقوق الإنسان، عليها الضغط على النظام القطري بإعادة قبيلة الغفران إلى الأراضي القطرية، بإعادة حقوق الأقليات التي سلبت جنسياتها، إعادة حقوق ما يسمى بالبدون، إعادة حقوق العمال الأجانب، آلاف العمال الأجانب بعضهم قد فقد روحه وقتل ومات جراء الانتهاك القسري التي تمارسها السلطات القطرية في سبيل ما اسمته كأس العالم. الواضح أن السلطات القطرية تمارس الانتهاك الفاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والسماوية في سبيل بقاء النظام الأميري وفي سبيل بقاء نظام الحمدين الذي أنهك المنطقة وأدخلها في دوامة من الفوضى منذ سنوات جراء تعنته وجراء محاولة البقاء ولو على جثث الشعب القطري. نعم، بكل تأكيد اتضحت الرؤية. الأستاذ مبارك العاتي المحلل السياسي من الرياض، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.